احنا لغايه دلوقتي كنت لسه بقول لحضراتكم حققنا 6 ميداليات في اولمبياد طوكيو اخر يوم ده اللي طبعا اترفع من خلاله ترتيب مصر العام من 80 الى رقم 53. الجميل بقى والجدير بالتوقف امامه هي رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي لفريال اشرف لما توجه ليها بالتهنئه وقال اتقدم بالتهنئه لابنه مصر البطله فريال اشرف لحصولها على الميداليه الذهبيه للكاراتيه باولمبياد طوكيو 2020، انجاز جديد يدعو للفخر ويؤكد قدره المصريين على صنع الانجازات في جميع المجالات. فخور بابنتي فريال اشرف وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدوليه. طبعا يعني رساله يعني ما فيهاش ذره يعني ايه شك، تحسسك جدا باهتمام الدوله بالكامل والرئيس الجمهوريه بكل ولاده المصريين والمصريات في كافه المحافل الدوليه. بص يعني انا مش عايزه اقعد اتكلم في الموضوع ده كتير عشان ما حدش يقول اني متحيزه يعني، ولكن احنا برضو بنتكلم بواقع، بنتكلم في على الارض زي ما بيتقال كده بجد. انت عندك كان يعني زي ما بيتقال بوتنشال عظيم جدا، ولكن كان محتاج دعم وكان محتاج توجيه وكان محتاج كده زي ما حد يقف في ظهره. فلما تيجي بعد كده تتكلم عن المراه واللي كان بيقول لك المراه مش صالحه لبعض الاعمال والرياضات معينه، عايز اقول لكم الميداليات اللي احنا جبناها اصلا في العاب يعني تعتبر عنيفه وقوه وغيره، كاراتيه وغيره، رياضات قتاليه فعلا قتاليه بس كلها. دي حاجه تخوف يا ست الكل. لا هي حاجه يعني كويسه، حاجه تخوف لان بقى في يعني ايه على الصعيد ده القتالي فيما يتعلق بالمراه ابتدت الامور تبقى مريبه حبتين. فيعني بص انا متفق معاك يعني، بس ده اللي ياكد الكلام ان مفيش حاجه اسمها راجل وست، مفيش حاجه اسمها جنس عن جنس بيتميز، في حاجه اسمها انسان عن انسان. يعني انا عامل ازاي، انا بشتغل على نفسي ازاي، هي دي النقطه. دلوقتي الثقافة ابتدت تتغير، دلوقتي المرأة استطاعت ان هي مش بالكلام بقى بالفعل ان هي تثبت ده على الارض، وبالتالي ده هيخلي الفكر يتغير اكيد. فاحنا بنتكلم مش بس يعني فكرة فوز، لا في رسالتين كمان لو هنرجع لسيادة الرئيس يعني كان وجههم للاعبي اليد كمان بعد خسارتهم في فرنسا، والتانية كانت رسالة تانية وجهها بعد الهزيمة من اسبانيا ولما احتلوا المركز الرابع في طوكيو. يعني اتكلم ان ده انجاز برضو لان اول مرة منتخب عربي وافريقي اصلا يصل لهذا المركز، وقد ايه في تقدير من سياده الرئيس لمجهودهم وانهم عملوا كل اللي في وسعهم. ما هو برضو الواحد في الاول وفي الاخر بيتكلم ان اسعى اسعى اعمل اللي عليك، بعد كده التوفيق ده بقى مش بتاعنا. ففكرتنا ان هم يسعوا عشان يحققوا ميداليه، لكن المنافسه خلينا نقول برضو كانت قويه جدا يعني فرنسا واسبانيا. صحيح. وخليني اقول لك بقى يعني احنا كلنا اكيد تابعنا فرنسا هي اللي كسبت كمان، فهو فريق مش صغير فازت على الدنمارك اللي هو بطل العالم، وحاجه يعني برضو زي ما بنقول اداء مشرف. طيب في كمان مكالمه كانت مهمه جدا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للاعبين، ده كان قبل المباراه يعني. فنتكلم ان منتخب اليد فعلا بيستحق الدعم، ويمكن افضل منتخب لو فكرنا كده فيها او يعني حللنا افضل منتخب حقيقي جماعي بيشرفنا في كل البطولات. معلش ولكن اللي جاي ان شاء الله دايما بنقول اكيد هيكون احسن. منتخب قوي مفيش ذرة شك في هذا الكلام، وفعلا مليء بالعناصر المميزة جدا والقوية جدا، مستوى عالمي بالمعنى الحرفي. وطبعا كلنا أكيد مستنيين منهم إن شاء الله الميداليات الذهبية والمراكز الأولى في كل المنافسات والبطولات القادمة، وبالأخص أولمبياد باريس 2024 إن شاء الله. وعايز أقول لحضراتكم برضو بمناسبة كلامنا عن ذهبية فريال أشرف، دي الميدالية الذهبية رقم 8 في تاريخ مشاركات مصر في الدورات الأولمبية السابقة. الأولى كانت للسيد نصير في رفع الأثقال في أولمبياد أمستردام سنة 1928، وإبراهيم مصطفى في المصارعة في نفس الأولمبياد أمستردام 28، وأنور مصباح في رفع الأثقال بأولمبياد برلين سنة 1936، وخضر التوني رفع الأثقال في برلين 36، محمود فياض في رفع الأثقال بأولمبياد لندن سنة 1948، وإبراهيم شمس رفع الأثقال في نفس الدورة الأولمبية لندن 48. وبصوا بقى حضراتكم بعديها بكام سنة من سنة 48 كرم جابر في المصارعة أتينا 2004، أنت متخيلة من سنة 48 ل 2004 ما عدتش عليكي ميدالية ذهبية واحدة. بس دلوقتي مين اللي جاب لنا الذهبيه؟ أيوة بقى ايوه وما اختلفناش، بقول ناس مصريه وبطله عظيمه حقيقي عربيه خلينا نقول، فحاجه محترمه جدا.